أزمة تصريحات بين سفيري إيران وتركيا في العراق أشعلت أزمة دبلوماسية بين البلدين، إذ استدعت أنقرة سفيرة طهران لديها اعتراضاً على اتهامها بانتهاك سيادة العراق. إيران ردت بالمثل ضمن إجراء شكلي لن يرقى إلى التصعيد، بل سيبقى ضمن العتب الدبلوماسي. وطالما أن العراق هو محور الخلاف، ماذا عن اشتراك إيران وتركيا في انتهاك سيادته فعلياً وبعيداً عن الاتهامات المتبادلة؟ تحمل الانتهاكات الإيرانية للعراق عناوين عدة، تبدأ بقطع المياه عن بغداد، إذ لطالما اتهمت الأخيرة طهران بتعمد خفض منسوب مياه أنهار عراقية وتحويل مجرى الأنهار التي تزود العراق بالمياه. وفي مجال الطاقة خفضت إيران إمداداتها من الغاز إلى العراق مرات عدة في سياق الابتزاز على مستحقات تتعارض مع العقوبات الأمريكية. أما أكثر الانتهاكات بديهية فهي على الجانب العسكري، حيث تستبيح إيران الأراضي العراقية من بوابة الميليشيات. على الجانب التركي الوضع ليس مثالياً لناحية العلاقة بين أنقرة وبغداد، إذ أقامت أنقرة مشاريع عدة أدت إلى خفض تدفق نهري دجلة والفرات إلى السهول الجافة في العراق، وتمعن تركيا بتصدير نفط إقليم كردستان العراق من دون التنسيق رسمياً مع حكومة بغداد، مما حرمها من مستحقات تقدر ب30 مليار دولار. كما تستبيح تركيا الأراضي العراقية عبر شن عمليات عسكرية بذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني، إضافة إلى إقامة نقاط تفتيش تركية داخل الأراضي العراقية.